السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هلال الخيواني، يسعدني أن أتحدث أمامكم اليوم. شكرا. ها ها ها. هذا لم يكن أنا بالطبع، ستحدث معكم بطريقة طبيعية، لكن هذا ما نعرفه عن الكمبيوتر عندما يتحدث. في الحقيقة قبل ما يزيد عن 40 سنة حضر إلى قريتنا أحد المغتربين. كنت صغيرا، حضرت معه، كان يتحدث عن الخارج. هناك أشياء كثيرة في الخارج. في القرية لم يكن لدينا غير راديو، وسيلة التكنولوجيا الوحيدة في القرية. تحدث عن أشياء كثيرة، من ضمن ما تحدث، تحدث عن الإنسان الآلي. لا أدري أين رأى الإنسان الآلي، لكنه تحدث عن الإنسان الآلي الذي يتكلم ويتحرك ويقوم بأعمال مختلفة. وفي نهاية الحديث قال أن هو يتكلم عن نفسه، قال: عندما رأيت الإنسان الآلي أعجبني، عندما مر بجانبي هذا الإنسان الآلي أحرقت يده بالسجارة. فالإنسان الآلي قال آي آي، هذه الحركة أذكرها، سحب يده وقال آي. أضف شيء آخر إلى الإنسان الآلي لم أكن أفكر فيه، وهي الإحساس. الإنسان الآلي عنده إحساس، يشعر بشيء ما عندما يحرق يده. ظل هذا المفهوم طويلا يلح على ذاكرتي. إنسان آلي يحس، يتكلم، يفكر. وكانت هناك مشكلة صغيرة، وهي كلمة آي. الإنسان الآلي هذا أجنبي، كيف يقول آي بالعربي؟ ما عرفت أنا أحلها يعني. بعد فترة نزلنا إلى المدينة، بدأت أشاهد أفلام فيها إنسان آلي يتكلم، ستار تريك وستار وورز. كانت هذه المسألة تلح على بالي، هناك إنسان آلي يفكر، يتكلم، يحس. ولكن في سنة 83 اشتركت في دورة للحاسب الآلي، رياضيات الحاسب الآلي. هذا المعمل أول معمل دخلت في عالم الكمبيوتر، كان معمل في جامعة عين شمس. كان الكمبيوتر كمبيوتر مين فريم كمبيوتر، لم يكن هناك شاشات. وأول برنامج عملته كان بالبطائق المثقبة، لم يكن هناك كيبورد، كنا نعمل رزة من البطائق المثقبة برنامج. عندما دخلت هذا المعمل أصابتني أول صدمة عاطفية بالنسبة للإنسان الآلي أو الروبوت، لأني كنت أعتقد أن فعلا هناك أجهزة يمكن أن تتحدث، تحس، تشعر، ولكن عندما جئت هذه الأجهزة لا تستطيع أن تعمل شيء، مجرد بطاقة مثقبة، والنتائج التي نحصل عليها ضعيفة جدا. استمر هذا الحلم معي، لماذا لا يتكلم الكمبيوتر؟ كان هناك مجموعة من الأسئلة. أنا عملت مدرسة للغة العربية فترة طويلة، ومدرسة للكمبيوتر البرمجة، كانت تلح علي هذه الأسئلة. لماذا لا يستطيع الكمبيوتر إدارة حوار؟ هناك بعض الكمبيوتر تستطيع أن تقرأ، ولكن تقرأ كما قرأت أنا في البداية بدون أحاسيس. لماذا لا يستطيع الكمبيوتر إدارة حوار؟ يفهمنا، نفهمه، نتكلم معه. لماذا لا نزال نستخدم لوحة المفاتيح حتى الآن؟ لماذا لا تزال هناك مشاكل بين أغلب اللغات والكمبيوتر؟ كل اللغات تقريبا باستثناء اللغة الإنجليزية هناك مشاكل، حتى اللغة الإنجليزية لا يزال فيها مشاكل. لماذا لم يتقدم الكمبيوتر في مجال اللغة كما تقدم في مجال الرسوميات على سبيل المثال؟ هذا برنامج اسمه ماك بنت. هذا البرنامج نزل مع جهاز الماك في بدايته، في تقريبا في بداية التسعينات. يعتمد في الرسوم على النقطة، أبيض وأسود، لا يوجد حتى درجات لألوان الرمادي. ومع تقدم الرسوميات أصبحنا نحصل على برامج لـ 3 Dimensions زي المايا، 3D Max، وأفلام كاملة شركة بيكسار وشركة والزني. ولكن في مجال التقنية، في مجال اللغة، هذا مايكروسوفت وورد، النسخة الأولى من الوورد، كان اسمه مايكروسوفت رايت، بعد ذلك مايكروسوفت وورد، وهذه النسخة الحديثة، بينهما ما يقرب من 20 سنة، لا زالت هي هي، لم يحصل أي تقدم في مجال اللغة. السؤال هو أين المشكلة؟ المشكلة
كالتالي ببساطة، أن الذين صمموا الكمبيوتر عندما صمموا الكمبيوتر في البداية لم ينتبهوا إلى بقية اللغات. هو الكمبيوتر لغة الإنجليزية هي اللغة الرئيسية، هي اللغة الأم، وعمل من أجل اللغة الإنجليزية. لذلك عندما وضعوا قائمة الأسكي كود، النظام القياسي الأمريكي الموحد، وضعوها للغة الإنجليزية، لا نجد هناك أي حرف. بعد ذلك قاموا بإبعاد الإشارات ووضعوا بدها بقية اللغات. لذلك يأخذ الإشارة، يضع اللغة العربية، يأخذ الإشارة اللغة الأثيوبية، ولكن اللغة الإنجليزية هي الأساس. المشكلة الثانية أن الكمبيوتر يقوم بخزن الحروف فقط. أنت عندما تكتب أي كلمة فهو يحفظ الحروف، الأسكي كود، هذه الأرقام، لكن لا يعرف ماذا تعني الكلمة، ما هي الكلمة. هناك في اللغة الإنجليزية نشاهد هذه على سبيل المثال، كلمة كتاب في اللغة العربية مقابلها بوك في اللغة الإنجليزية، الكتاب في اللغة العربية مقابلها the book، والكتاب مقابلها and the book، ولو أضفنا أيضا كلمة ثانية وللكتاب تكون أربع كلمات. في اللغة العربية كلها الكمبيوتر يعتبرها كلمة كلمة كلمة، لأنه الديليمتر بين الكلمات هو السبيس، ما دام ما في سبيس يعتبرها كلمة. بينما في اللغة العربية أصبحت عندنا ثلاث كلمات وأربع كلمات، وهو لا يزال يعتبرها كلمة. هذا يعني أن الكلمة في اللغة العربية إذا الكمبيوتر عرف المعنى الأساسي لها، لها أكثر من 68,000 احتمال للكلمة العربية الواحدة. يعني إذا عرفنا أن هذه الكلمة تتكلم عن الكتابة، فهناك 68,000 احتمال ماذا يمكن أن تكون من ناحية الدلالة ومن ناحية الزيادات التي تطرأ عليها. هذا يعمل مشكلة كبيرة في مجال لغة واحدة، مالك بقية اللغات. متى يستطيع الكمبيوتر أن يتحدث؟ إذا كان النظام الأساسي للكمبيوتر من الأساس يعرف اللغة، ما هي اللغة؟ يعرف الكلمة هذه، ما هي الكلمة المخزونة لديه؟ ليس مجرد أرقام للمحارف، هو يحفظ أرقام للمحارف للحروف التي تكتب. طيب، هل يمكن أن نحصل على نظام كمبيوتر يستطيع التعرف على اللغة، يستطيع التعرف على الكلمة، يستطيع التعرف على الدلالات المختلفة؟ والسؤال الثاني، هل هذه اللغة هي اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة اليابانية؟ ما هي اللغة التي يمكن أن تكون الأساس؟ في الحقيقة إذا أخذنا أو في الاعتبار أي لغة من لغات العالم، نقع في نفس المشكلة، إنه بدل ما كان الكمبيوتر إنجليزي نخلوه كمبيوتر عربي أو كمبيوتر ياباني. نحن نحتاج إلى نظام لغوي يأخذ جميع اللغات بعين الاعتبار، وليس جميع اللغات فقط، ولكن يأخذ الكلمات التي ستشتق من هذه اللغات في خلال 200-300-500 سنة أيضا في عين الاعتبار من الآن، ويأخذ اللغات الميتة أيضا، الكلمات الميتة، في عين الاعتبار من الآن. هذا النظام هو ما أسميه بالـ UMC، النظام الدلالي الموحد، الـ Uni Meaning Code. في الحقيقة أن هذا النظام عملت عليه ما يقرب من ربما 15 سنة قبل أن يظهر إلى العلن. ساعدني في ابتكار هذا النظام أنني تخصص في اللغة العربية، وأيضا درست الكمبيوتر، أعرف الإمكانيات الكمبيوتر وإمكانيات اللغة. هذا النظام يعتمد على فكرة جميلة وفي نفس الوقت بسيطة. نشاهد هذا الجدول. الله عز وجل عندما قال في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها، هناك كثير جدا من المفسرين فسروها بتفسيرات مختلفة، لكن أنا أعتقد أن هذه الآية هي تدل أو تعني أن الله عز وجل أعطى للبشر قدرة على ابتكار الأسماء التي هي أساس الكلام. هناك نظام، هناك لوجيك، قاعدة رياضية. الفترة التي قضيتها في البداية كانت في البحث عن القاعدة الرياضية المشتركة بين جميع اللغات. في الحقيقة توصلت إلى هذه الفكرة، وهي ببساطة أن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ الكلمات الموجودة كلها في لغة واحدة، ولذلك فهو يلجأ إلى طريقة رياضية. عندنا مجموعة من الدلالات الرئيسية، كبح، كبر، كتب، كذب، كرم، وكل دلالة رئيسية لديها مجموعة من الدلالة الثانوية. نحن إذا حفظنا الدلالة الرئيسية وحفظنا طرق اشتقاق الدلالة الثانوية، نكون قد حفظنا مجموعة كبيرة من الكلمات. في اللغة الإنجليزية عندنا السوابق واللواحق، suffix، prefix، نستطيع أن نضيفها إلى الكلمة لتعطينا دلالات، ولذلك أي كلمة تنتهي بالER نعرف أنها اسم فاعل على سبيل المثال. في اللغة العربية نفس الحكاية. إذن هنا عندنا بعدين، البعد الأول عندنا بعدين،
لو أخذنا كلمة كتاب على سبيل المثال، هنجد أن هناك بعدين، البعد الأول ناحية الدلالات الرئيسية، والبعد الثاني ناحية الدلالات الثانوية. الدلالة الرئيسية مرقمة بحسب ورودها، والدلالات الرئيسية الثانوية أيضا مرقمة. فيكون كلمة كتاب يكون دلالتها هي الرقم الأول الخاص بالدلالة الرئيسية مع الرقم الثاني الخاص بالدلالة الثانوية. بمعنى أن كلمة كتاب يكون رقمها هذا الرقم، رقم مكون من 9 ديجت، يعطينا رقم خاص بهذه الدلالة. هذه الدلالة أو هذا الرقم يحمل المعنى الرئيسي ويحمل أيضا المعنى الثانوي الذي هو نوع الكلمة، ما هي نوع الكلمة. هذه الدلالات يتم تخزينها في الكمبيوتر بدلا عن الكلمة نفسها. فإذا جينا لكلمة كتاب مثلا كتبناها باللغة العربية، هناك محرك صغير اللي هو اليو ام سي يقوم بتحويل هذه الكلمة إلى هذا الكود، يخزنها في الكود. باللغة الإنجليزية إذا كانت بوك أيضا يأخذها بوك ويخزنها بنفس هذا الرقم. أي لغة من لغات العالم، أي كلمة من لغات العالم تحمل هذه الدلالة يكون لها نفس هذا الرقم. عندما نقوم بتخزين النصوص داخل الكمبيوتر لا يتم تخزينها بالحروف وإنما بأكواد الدلالات. هكذا كل كلمة من كلمات الموجودة في اللغة، كتاب باللغة العربية، بوك باللغة الإنجليزية، اللي يعرف صيني يقول لي هذه ما أعرف شنو هي شيء. المهم هذا طلعتها من جوجل ترانس وحطيتها، يتم خزنها بهذه الطريقة. السؤال الآن هو كيف نستطيع أن نعطي قيمة لكل معنى في كل لغات العالم؟ يعني اللغة العربية لديها كلمات كثيرة ليست موجودة مثلا في اللغة الإنجليزية أو اليابانية، ما يتعلق بالصحراء والجمال، عندنا في اليمن ما يتعلق بالقات على سبيل المثال، كلمات كثيرة. في اللغة اللغات المناطق التي فيها ثلوج وأشياء من هذا، هم عندهم كلمات كثيرة عن الثلج، بيت الثلج والسكن في الثلج، ليست موجودة عندنا. نحن نحتاج إذن إلى لغة لديها القدرة على أن تأخذ جميع المعاني الدلالية الموجودة في اللغات. عندنا ناحيتين، المعاني الرئيسية لديها قائمة كثيرة جدا من المعاني الرئيسية، والمعاني الثانوية يجب أن يكون لها معاني دلالات كثيرة. على سبيل المثال في اللغة الإنجليزية نستطيع أن نضيف السافكس أو البريفكس ERINGED. كم عندنا بريفكس في هذا المجال؟ 20-30. اللغة العربية تستطيع أن تعطينا في هذا الباب ما يقرب من 300 دلالة ثانوية. الدلالات الرئيسية الموجودة في اللغة العربية المستخدمة في اللغة العربية عندها مفردات كثيرة جدا، مشهورة أن عندها مفردات كثيرة جدا، لكن الآن القواميس الموجودة، قاموس الوسيط أو مختار الصحاح، لا يوجد أكثر من 3500 جذر اللي هو معنى رئيسي. كل هذه كل اللغات من كل معنى رئيسي نستطيع الحصول على مجموعة من الكلمات، لكن اللغات تستطيع أن تعطينا 21,900,000 معنى رئيسي رياضيا. يعني معنا من 21,000 3,000 خاصة باللغة العربية، والباقي أي كلمة موجودة في اللغة الإنجليزية ليست موجودة في اللغة العربية نستطيع أن نستخدم واحد من 18,000 المكان الفارغ. على سبيل المثال LCD، شاشة LCD هذه إذا أردنا أن ندخلها في الماتريكس الخاص باليوني مينينج كود، نيجي نشوف مثلا حرف جذر اللام والسين والدال، لام سين دال، هنلاقوا فارغ. مجرد ما نحط اللام سين دال هنحصل على 300 كلمة، لسد يلسد تلسيدا، ملسد وملسد، واستلسد واستلساد، إلى آخر هذه الكلمات. الجميل في هذا الموضوع أن هناك قاعدة في اللغة العربية، هذا الجدول نجد هنا رقم الكود، هذه ال 60، عندنا 60 عمود، هذا خاص بالأسماء فقط باللغة العربية، بعدين ممكن نطوله للأفعال. هذه النقاط المسودة هي الكلمات المستخدمة في اللغة العربية فعلا من الجذر، أما هذه الكلمات فهي فارغة، كل هذه فارغة، يعني أنه هي مستعدة لقبول كلمات جديدة ليست موجودة في اللغة العربية. هذا في حال الجذور المستخدمة، أما الجذور غير المستخدمة فلدينا قلنا ما يقرب من 18,000 مكان، وإذا رفعناها إلى الرباعي نحصل على 360,000 مكان إضافي. طبعا هذا يعني حاجة خيالية. هذه الصورة الصغيرة
هي ناتج للنظام، فيها القاموس العربي كله، كل نقطة من هذه النقاط عندها لون، عندها رقم للـ RGB، الألوان الثلاثة تعطينا كلمة عربية، يعني الصورة الصغيرة هذه ممكن نحطها في أي موبايل تعطينا قاموس عربي كامل من دون وجود أي قاعدة بيانات. طيب الموضوع هذا الآن اللي أكلمكم عنه مش حلم، هو عبارة عن برنامج عملته. البرنامج الرئيسي حجمه 26 كيلو بايت فقط من دون قواعد بيانات، يقوم بالتعرف على أي كلمة ويعطيها القيمة ويقوم خزنها. تم تطبيقه في مؤسسة البيان الإماراتية وعملنا عليه محرك بحث، المحرك البحث يقوم بالبحث داخل النصوص من دون أي قواعد بيانات وبأي لغة موجودة، وعطينا نتائج كبيرة جدا تصل إلى 86%. هذه مجموعة برامج للفهرسة والأرشفة، هذه طريقة للنص وهذا أرشفة النص باللغة الإنجليزية اللي هو باللغة الكود اليوني مينينج كود. لا زالت اللغة العربية حافلة بالكثير تقدمه إلى العالم، والناس المهتمين بالآي تي سيجدون أن اللغة العربية هي مستقبل تقنية المعلومات. شكرا للغة العربية، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.